حذر القرآن من صنيع الجاهلية التي كانت تنتقص المرأة وتعدها عارا، تتخلص منه بوأدها حال الطفولة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. تصدى الإسلام لهذا الواقع الجاهلي الغارق في الظلمة والظلم. رد النبي عليه الصلاة والسلام الاعتبار للبنات والنساء بسيرته، عبر حسن رعايته بناته وإحسانه إليهن، وبكلماته تدعو المؤمنين للاقتداء به بالاحتفاء بالبنات وإكرامهن. من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وبشر بالجنة من أحسن رعاية بناته وأخواته. من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. ويرتفع الجزاء في حديث آخر ليبلغ بالمحسن إليهن أعلى الجنان. من عال جاريتين أي بنتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، أي إنه يجاور النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما يتجاور الأصبعان في اليد الواحدة. ومن أجمل ما قال خير الخلق عليه الصلاة والسلام تحبيبا في البنات وترغيبا في تربيتهن ورعايتهن وحسن إنباتهن: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. المؤنسات أي الرفيقات اللائي يبددن الوحشة، الغاليات رفيعات المقام، الحبيبات على القلب. يا لهذا الخلق النبوي الرفيع والحس المرهف ممن أدبه ربه فأحسن تأديبه. وقد جعل النبي الإحسان للبنات والنساء معيارا لحسن الخلق ورفعته، وامتهان كرامتهن وظلمهن دليلا على اللؤم والدناءة وسوء الخلق. ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. انتصر نبي الرحمة للمرأة رضيعة وفتاة وامرأة، رفع عنها الظلم في حياته عليه الصلاة والسلام، وأوصى بها خيرا قبل مماته، فلم ينسها في وصاياه العظيمة في خطبة حجة الوداع، وهو يودع صحابته ويوصي من اتبعه من بعده صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين: استوصوا بالنساء خيرا.